The destruction I've seen in Gaza is just behind every imagination. You can't imagine it. أصوات متصاعدة في الجيش الإسرائيلي ترفض العودة للقتال في غزة بحسب صحيفة الجارديان البريطانية. رفض 3 جنود بشكل علني الانخراط مجددا في القتال بغزة أثار تساؤلات حول أسباب اتخاذهم هذا القرار. المسعف العسكري في جيش الاحتلال يوفال جرين أمضى 50 يوما في خان يونس مع وحدة المظليين، ثم قرر إنهاء خدمته الاحتياطية في قطاع غزة بعد توجيه أمر إليه بإحراق منزل ورؤيته زملاءه يسرقون كل شيء في بيوت المدنيين. تلقيت أمرا وجنودا آخرين بإحراق منزل، وعندما سألت رئيس وحدتي عن السبب لم أحصل على إجابات جيدة بما فيه الكفاية. فقلت بيني وبين نفسي، إذا كنا نفعل كل هذا بلا سبب فلن أشارك، وغادرت في اليوم التالي. رأيت جنودا إسرائيليين ينقشون على المنازل أو يسرقون طوال الوقت. كانوا يدخلون المنزل لأسباب عسكرية بحثا عن أسلحة، لكن كان من الممتع أكثر البحث عن الهدايا التذكارية. البالانس اللي هي كيلو ما عديف لي كان أشبت بكيلة وليشتتف بدبار هذا شاني لو أخو يشتتف بو فأني رأيتها שעדיף לי אפילו לשבת, לשלם את המחיר הזה ולשבת בכלא. جندي الاحتياطي مايكل عوفرزيف أعرب عن انزعاجه من عدم الالتزام بقواعد الاشتباك التي كانت واضحة خلال فترة الخدمة العسكرية الإلزامية، لافتا إلى أن قرار العدوان على رفح عوضا عن إبرام صفقة أسرى دفعه لاتخاذ قرار بعدم العودة للجيش. القواعد خلال هذه الحرب كانت أكثر مرونة من أي شيء شهدته سابقا، وقلت لقائدي إنني لا أستطيع العودة إلى غزة بعد قرار اجتياح رفح، لأنني لم أعد أثق بالحكومة وما تحاول القيام به. قبل نحو شهر 41 جنديا إسرائيليا وقعوا على عريضة أعلنوا فيها أنهم لن يستمروا بالخدمة في هجوم الجيش على مدينة رفح جنوب القطاع. نصف العام الذي شاركنا فيه في المجهود الحربي أثبت لنا أن العمل العسكري وحده لن يعيد الرهائن، فكل يوم يمر يعرض حياة الرهائن والجنود الذين ما زالوا في غزة للخطر، ولا يعيد الأمن لأولئك الذين يعيشون على حدود غزة والشمال.